لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ألو، السلام عليكم. لله عليكم السلام يا سيدي. يا مرحبا لطيفة، كيداير سيدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. لله الأمور هانية، الله يخليك خير أختي. الحمد لله. عليكم السلام يا سيدي. يا مرحبا لطيفة، كيداير سيدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. لله الأمور هانية، الله يخليك خير أختي. الحمد لله. بغيت نطلب منك سيدي واحد الطلب، الله يخليك ويدي الدنايا. مرحبا أختي لطيفة، الله يرفع مقامك. تحت خويتي بالمطبخ بزاف، فتحت لي واحد البوط بينه هو مختصبها وانا مختصبها ما والو. لا حول ولا قوه الا بالله، ينزل نتلقى ورشي دابا. لا حول ولا قوه الا بالله، وما عندنا والو، ما شحالش حنا في البديه. ما شاء الله ما شاء الله، غتك بيني غدا ندير المحكمه. ما شاء الله، الله يرحمك الوالدين ديما. يا ربي يا كريم، لا اله الا الله. الناس ما كيعرفوش الله، ما عارفينوش الله، ما كيعرفوش. الله يرحم لك الوالدين. يا ربي يا كبختي لطيفة، الله يفرجك. لله والله العظيم، الى الوالد ديالي مرض والوالده كلهم مرض. الله العظيم. وهذا الاخ ديالك ولا ولدك؟ لله. نعم سيدي. هذا اللي وقع عليه الباطل، واش الاخ ولا الولد ديالك؟ لا راه خويا، خويا الاخ ديالك. نعم، ودخل سوق راسو. نعم، وامي مشى داك الشيء خطبها وقالوا لي الناس هذيك راه السمعه ديالها ناقصه وداك الشيء، عطاها اتساع. نعم، ومشي نعطينا اتساع، مشات السيده طيحت عليها الباطل بان هي قاصبها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. شي ما كان دي معنا سيدي الله. ومن بعد لله واش لقاو لي القبض؟ لا، مشى العام اللي فات عطى الأقوال ديالو، حيت هو اللي خدام علينا. إيه، ومشى الخدمة، وهذا العام داروا لي الاستدعاء، قالوا له أجي وشوف مال عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيوا غدا عندهم المحكمة، غيهبط يمشي عندهم ويهبط المحكمة غدا. الله يفرج عليها. لله يا ربي، الله يفرج عليه، الله ينفس عليه الكروب يا رب يا كريم. لا اله الا الله. اطلب الله تعالى في الساعه المباركه انه يظهر الحق ويزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا القضيه ديال الباطل اللي كيوقع على الانسان، ما اكثرها وما اخبتها، ولكن اكثرها وما اخبتها، ولكن الباطل ما عندوش واحد الاستمراريه. إن الباطل كان زهوقا، ربي عز وجل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، هكذا قال رب العزة. تصوير جميل، تصوير فني رائع، كيف أن الباطل والحق مضاربين بعضياتهم، كيدمغوا كيضربوا في الدماغ ديالو. هذه الكلمة يدمغه مؤثرة للغاية. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يزهق. ما تخافيش أختي لطيفة، كاين بعض الناس ربما قد يتورطون في هذا الباطل، ويقال ياما في السجن مظالم، شحال من واحد مسكين مظلوم وقع فيه، ولكن لا يدوم، لا يدوم، لأنه لا يصح إلا الصحيح. أختي لطيفة، غتقولي للأخ ديالك من اللي مشي غدا يقول بالأقوال ديالو أمام النيابة العامة، قولي لي في اللي يخرج قبل ما يخرج يتوضأ وصلي ويخرج قبل ما يخرج يتوضأ وصلي واحد الركعتين، ويربط القلب والوجدان مع مالك الملك، يربط اللسان والقلب مع رب العالمين، لأنه هو الحكم، راه القاضي والمسؤول عن النيابة والشرطي والدركي، هذا كلهم غير مخلوقات خلقهم الله عز وجل وعطاهم هذه المناصب باش يسيروا أمور البشر، ولكن فوق الجميع هناك مالك الملك، هناك رب العالمين، هناك الذي يحكم بالعدل. فقل له يتوضأ ويصلي ويربط قلبه بالله عز وجل ويبقى بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ربي غادي يجعل القوة والتحول بيده سبحانه لصالح اللي هو بريء. سورة يوسف عليه السلام، سورة يوسف فيها من تعرض للباطل خصوصا من طرف الإغواء ديال النساء أو غيرها وبغى يبرأ نفسه، يقرأ سورة يوسف ربك يبرئه،
سيدنا يوسف وقع له ما وقع، ولكن ما يقولش كما قال سيدنا يوسف، لان سيدنا يوسف ملي غيدخل السجن علاش؟ لانه هو اللي طلبه، قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ملي جاوا النساء وبداو هما كيحاولوا ما امكن يغريوه ويأثروا فيه، وزليخة ملي بغات وقدت قميصه من ضبورين، وعاد قالوا شغفها حبا، وعاد من بعد النساء قالت لهم فلما رأينه أكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا السيناريو الطويل وصفه لنا الله تعالى في العلاقة بين المرأة والرجل، وصف دقيق جدا كيفاش المشاعر كتلعب الدور ديالها، ولكن لا يصح إلا الصحيح في العلاقة بين المرأة والرجل. وصف دقيق جدا كيفاش المشاعر كتلعب الدور ديالها، ولكن لا يصح إلا الصحيح. ملي سيدنا يوسف بقى في النزاهة وفي الطهر والعفاف وما وقعش في الحرام، هو سيدنا يوسف دار خطأ زرب. ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فربي دخل السجن لأنه هو طلبها، فمن بعد غيقول لي الله تعالى لو أنك يا يوسف لم تقل هذا الكلام لأخرجناك من بينهم سالما، لضربنا الظالمين بالظالمين وأخرجناكم من بينهم سالمين. لو أنك يا يوسف لم تقل هذا الكلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه لضربنا الظالمين بالظالمين وأخرجناكم من بينهم سالمين. فقل لي اقرأ سورة يوسف ويطلب الله يعطيه البراءة ويرجع سالم غانم، وإن شاء الله تعالى غادي يوقع التيسير. يا ما أناس وقع فيهم الباطل، سيدنا قومه اتهموه بالباطل وقالوا بأنه دار واحد المعصية مع واحد امرأة، جا قارون اللي هو من قوم موسى عليه السلام، وقارون هذا كان من أتباعه، ولكن من اللي غناه الله تعالى ما بقاش عاجبه الدين ديال موسى، ولا من الأثرياء ولا من كبار رجال المال، فما بقاش عجبو الدين ديال موسى، خصوصا ملي سيدنا موسى نزلت عليه ايات الزكاه قال لهم خصكم تخرجوا الزكوات ديالكم، وفي الشريعه ديالهم خصهم 10%، حنا مازال عندنا غير 2% المسلمين، اعطانا الله تعالى الزكاه ديالنا 2%، 5000 ريال في المليون، لكن بني اسرائيل قال لهم 10%. قارون كان رجل متدين وكان كيحب الله وكيمشي مع سيدنا موسى، وربي استجب لي الدعوة ديالو عطاه المال الوفير ولا أرش ملياردير. كيقولوا كين كاين المليونير وكين الملياردير وكين القارونير. القارونير بحال قارون هذا عنده أموال طائلة، ملي حسب ولقى بي 10% حنا يخرج بات لي ثروة عظيمة، فقال هذا الشيء ما خدامش ليا، ومشى دبر لي سيدنا موسى واحد الماكينة، قال لي يا موسى راه الناس بغي يسمعوا الوعظ والارشاد ديالك وراه حبوا هاد الدين ديالك وبغوا هاد الزكاه ديالك، انا غنجمعهم لك، غندير لك انسان، غندير لك واحد الخشبه كبيره وغنجمع القاصي والبادي، وانت استعد ودير لهم داك الخطاب، راه كلهم راه غادي يتبعوا الدين ديالك. موسى سر بذلك، دار النيه وحضر داك اليوم. قارون مشى لواحد الخلاء كبير، دار واحد المنصه عظيمه ونصب فيها خيمه كبيره ودار الكراسي ودار الطعام والشراب وجمع الناس، جمعهم من القبائل قال لهم اجي تسمعوا لموسى، ولكن وفي قرارة نفسه بغى يدير الباطل سيدنا موسى، بغى يدير ليه الكفه هنا الامتياز التعبري وهنا غندير الذهب، فيك 80 كيلو غتاخذ 80 كيلو، فيك كثر تاخذ كثر. قالت شنو هو الثمن؟ قال ليها غتمثلي واحد المشهد درامي بان موسى النبي قد اغتصبك. قالت لي هذه سهله نديرها. ففعلا جمعوا ذاك اليوم المعلوم، صعد موسى عليه السلام فوق المنصة والناس جاءوا من كل حدب وصوب، وبدا كيوعظ فيهم والناس كيبكيو وبداو الناس كيتأثروا، وهو يتصعد ديك المرأة كتبكي، قالت لي يا موسى، قالت لي أنا اغتصبتيني وأنا درتي لي كذا ودرتي لي كذا، هو ينوض قارون. قال لي يا موسى ألا تستحيي كتوعظ الناس بالوعظ وأنت دير فضيحة كبيرة أكبر من راسك، وبدا كيوبخ فيه ويعاتب فيه، والناس ديك الساعة هما ينقلبوا على سيدنا موسى، كلهم ينقلبوا، قالوا هذا موسى كيقول كلام وكيناقضوا، وقالوا فيه كلام خبيث لسيدنا موسى عليه السلام. موسى كلهم ينقلبوا، قالوا هذا موسى كيقول كلام وكيناقضوا، وقالوا فيه كلام خبيث لسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى حضر راسه
وين جا رب العالمين؟ ماشي دار لافتة وبدا يدير وقفة احتجاجية وبدا كيهز راسي وبدا كي لا أبدا ما يفعل هادشي كله، بل حضر راسو ويناجي رب العالمين هاتف هاتف رباني من الأرض إلى السماء، قال يا رب انصر عبدك الضعيف، يا رب انصر عبدك الضعيف. أعطى الله تعالى الإبن، قال لي إنك منصور، قال لي سول ديك المرأة ويسولها. قال لها يا امرأة، شاف قال شوفي في عينيه، شاف لي في عينيه، قد شوف لي في عينيه، بدأت تبكي كتبكي وتقول لهم موسى بريء لم يفعل بشيء، وإنما الذي أمرني بذلك هو قارون، فإذا بالناس كلهم يلعنون قارون ويمجدون موسى عليه السلام، ظهر الحق وزهق الباطل. ثم قال لي ما دعيتي عليه؟ ربي غادي يعطيه. قال لي يا ربي خلي واحد شوية، راه ولد عمي، خلي لعل وعسى يتوب. لكن قارون ما بغاش يتوب، بقى كيدير المكائد لموسى. حتى لواحد النهار قارون في واحد الموكب عظيم جاء فوق بغلته الشهباء وعنده الخدم والحشم وجمع الأموال، دار استعراض، استعراض في الشارع العام والناس ينظرون إلى أباهته. ديك الساعة سيدنا موسى غيدعي الله تعالى يا ربي، قال اخسف به الأرض، فربي عز وجل جعل عاليها سافلها، قلب به الأرض كلها وتفتحت الأرض وغرق في قارون وغرق ما معه من أموال وثروة. علاش؟ لأنه كان عنيد. فكم من واحد ربما كيعطي الباطل بالآخرين، عمره ما كينجح الباطل، لا 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 لطيفة غير تهني، الباطل زهوق بأمر، هذا كلام الله، إن الباطل كان زهوقا. فنسأل الله الكريم أن يحفظ أخاك ويفرج همه وينفس كربه، اللهم آمين. أخاك ويفرج همه وينفس كربه، اللهم آمين. أظهر براءته وبراءة جميع المظلومين، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.